الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما فحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال.